السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. أسأل الله يوفقنا وإياكم بالأمين يا إخواني. ويجمعنا في الجنة. والله يا إخواني يا شباب بريدة ما جيناكم إلا محبة بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيش؟ يا إخواني ما يحب لنفسه. أبشروا يا من جلست في المجلس اذكر في الله. استأنسنا ضحكنا تونسنا الحمد لله وديننا إخواني الحمد لله. الله عز وجل وش يقول؟ هو الذي أضحك وأبكى. أول ما دق علي الله عز وجل أبو خالد أبد قلت له قدام للخير قدام. نجي شباب بريدة وهذا أقل شيء نقدم لله ثم شباب بريدة حبايبنا تاج رؤوسنا وكحل عيوننا. فأنا أقول يا شباب احمد الله عز وجل إن الله يسر لنا هاللقاء. واللي غيرنا ترى الحين جاي مهجول يفر عشان عيون فهودي خلودي اللي هو أنا حمودي أدري عليك أبو حنان الله يكرم النعمة. يا إخواني فأنا أقول يا إخواني احمد الله أن الله جابك هالمكان. أنا دائما أقول يا شباب قسم بجلال الله ما في لقاء لله الحمد من باب رفع الهمة بس. ما في لقاء إلا طلعنا لله الحمد بناس اسلكوا الطريق وإن شاء الله اللي قدامي أصلا ساكن الطريق لكن الطريق يبغاله إيش؟ يبغاله وقود صح؟ أنت الآن ماسك طريق الرياض والعداد زيرو يوصلك ولا ما يوصلك؟ ما يوصلك. طيب عبيت عسل يوصلك ولا ما يوصلك؟ عسل حضرمي أصلي أصلي سبب فصلي نوعية طيبة هاي وصلك؟ ما يوصلك. إلا عبيت الجنة يا إخواني يبغى لها وقود يبغى لها مجالس ذكر يبغى لها صلاة يبغى لها عبادة يبغى لها صبر. صبر لي يا إخواني والله إن الله اصطفاك بالمجلس الطيب المبارك. احمد الله واجلس ترى ابن الذين ابليس الحين جالس وش يقول؟ ايش تبغى من طوعك صيد ذا؟ قام يا رجال خله بس يبلبل عليك ويتكلم عليك اطلع بس ما عليك منه. ابليس ادعس عليه الليله ولله عز وجل لان اخر المجلس ابليس ما يبيك. الله يقول لك قم مغفور لك بدلت ايش؟ سيئاتك حسنات. ومثل ما قلت يا اخوان غيرنا الان قاعد يعصي الله صح ولا لا؟ تلقى جلسة فرد شكرا سودة خش مش هاي شباب تلقاه جلسة شراب الحين تراب يا شيخ يسكر 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 لما يقول يا عنز يا خالة فقدان. واحد الشباب قبل الهداية طبعا مهان رايب بردم كان يعزف عود فنان. لا تخش اليوتيوب تكتب ابو شامه جلسات انه كان يعزف عود وكان اخوان شربان سكران واللي حوله كلهم يا شيخ فاقدين ضاربين من ابو زنوب الا ما عيونه طالع ويعزف كمان حمدي الشمس غابت واقبل الليل بدماس وانا قاعد يغني خش جو ويجوك ثلاث مطاوع مطاوع قروش ولا لا؟ يقول لك فر فش بدون قروشه وبعض الشباب لا شافه مطوع صاب مغص. اي بعض الناس يبغون عنده حساسيه من البيض والسمك والمطاوع. اول ما دخلوا عليه ثلاث مطاوع الحق جاب قصيره على السكرانين. اول ما دخلوا عليهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السكران يغني قال عيال عيال مطاوع مطاوع طلع البدر علينا في خير ولا لا يا شباب؟ في خير والله بشيركم تام ترى وانا ان شاء الله من داعيه باذن الله تعالى. في خير. واحد الشباب ايضا مو نفس خوينا يقرب له كان بياع يا اخوان ابيض واسود. السلام عليكم ابو سامر انا صدق ترى يا حبي لك. يقول حبيت انا شو اسمك انت؟ مو غير ابو حنان هاي يلف عليك حتى انا لك قرش اسلامي. شو اسمك شيخ؟ اسماعيل. والله ما يندلع اسماعيل سوسو يعني يجي ها سمعه لا سمعه ولا رياء اعوذ بالله. يا اخواني السلام ورحمه الله حياكم الله يا هلا السلام ورحمه الله. فخوينا يا اخواني كان راعي ابيض وراعي اسود وراعي يقطع شراب قابلنا واحد من اخوياه
في الشراب. فإذا بال بالشراب إيش يقول؟ يجي خوينا ذا اللي يبيع الأبيض والأسود وكل شيء، الرأس الكبير، قال يا أخي ليش تقول في الشراب؟ قال عشان الشباب يسكرون على تكرام على البول. سبحان الله، شوف كيف الله يذله. هذا ترفرز خوينا اللي الرأس الكبير. قال يا أخي اتق الله يا أخي، أخس ما شاء الله على شيخ صار. قال يا أخي ما سمعت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي والله يا أخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحد عملكم عمل فليتقن. ما شاء الله عليك، يتقى شراب يتقن عمل. وش يدل يا أخواني؟ يدل في خير. قسم بالله هذا الشاب يا أخوان حاضر لي محاضر لي الحمد لله الجلسات، والله قدامي يبكي يا أخوان. في خير ولا لا يا شباب؟ شبابنا فيهم خير. يوم من الأيام تقعد شاب اسمه عبد الله. عبد الله هذا يا أخوان قاتل أخوه، قتل أخوه، قام لجلج وقتها، قتل أخوه مو متعمد، شبه خطأ، خطأ قتل أخوه سلفي. يوم سلف أخوه يا شباب 7 شهور في مرض نفسي. بعد 7 شهور يحضر أحد اللقاءات ويتوب يلتزم وترجع نفسيته زي العسل. عبد الله يا إخوان توي جاي مرتبع، مرتبع مرة، الإمام طالع مع أذان مرة. فجأة دق علي قال يا بودة وينك الساعة 3 بالليل؟ والله تمسيكه طيبه ذي. الساعة 3 بالليل قال يا ابو هدى وينك؟ قلت انا بالمكان الفلاني. قال يا ابو هدى عندي لك صيدة على كيفك. صيدة المطاوع معروفة يا شباب، ها؟ صف النية. اي والله الشباب مرة قد صيدة كان مطاوع لا صف النية الله يجزاك خير. المهم يا اخواني فجاء هذا الشاب كتبت وش الصيدة؟ قال مروج يا شيخ من النوع الثقيل بالجيبة نستقبل ترى أبد يمكن أطلعنا لمنصيص بشيء شد. صارت عندي يا إخوان. المهم جاني عبد الله نزل قال أبود الصيدة معاي نزله. تجليش أنت وجهك نزله. نزل يا إخوان قسم بالله العظيم أول ما نزل بغيت أهرب. اسمع المواصفات العجيبة، فيلم رعب قدامك يا شيخ. جسم ما يدخل مع الباب، كرش 2 كيلو قدام، سنون ما فيه ولا حبة، شنب يا شيخ مو حمام يوقع عليه، بعينه يوقع عليه. اي والله وجهتك حط ظليلة ومسوي زي كذا اربجي زحف هون على البيبان لاخر حد اكس لارج يا شيخ زاحف لما مصارينا طالع قطع الضبان يا شيخ. اول ما جاء طلعت فيه صراحه انا سمول انسان وسيم اخاف على نفسي ولا يا شباب؟ يجي ترميك اضرب باني الحمد لله. زي مره قلت الواحد عند شارب طلعت قلت اسال الله ان يفني كان مولع اغاني وكذا ولا بد يكون عنده اسلوب للشباب. شبابنا طيبين ترى، لا تشوف شق شكاه، لا تشوف كسرات ينبعاوي، لا تشوف شراب، لا تشوف حشيش، لا تشوف جنس ضيق، ها لا والله تقول ما في خير. قسم بالله مو خير، والله العظيم في خير. فجت عند الشاب انت مسمع قلت اسال الله ان يوفقك. قال امين. طف مسجل قلت الله يرزقك. قال امين. يعني سد فمك يا طلبه خلاص قصرت. قلت الله يزوجك. طلع ملك زوج قال امين. قلت الله يستر شكل اخر الليل تحت البطانيه الله اعلم. ما ادري ايش اسوي شكله مره متهيئ. قال امين. قلت يا ابن الذين الحين تطلع امين من قلب؟ قال طيب انا بحشر الحين. قلت وحده تشبهني طالع. قال اعوذ بالله. طبعا والله ما عنده ذوق، قسم بالله ما عنده ذوق ولا اجي يا شيخ. يا اخواني فاول ما شفت انا سمول هو جسم يا ولد ضعت واخر الليل مشكله من فكني عاد. اول ما جيت قلت بجيبه باسلوب. اول ما جيت قمت اضمه قال حبيبي كيف متعلق بكرشه انا كيف حالك طيب شلون؟ طارق السلام ما تطوش فيك انت. قلت والله ابد يعني احس انك فاقد حنانك قلت تفرق معانا. فسبحان الله يا اخوان اضحك معانك يمين يسار والله يا شيخ لو تحط الدريل هنا ما يضحك. مرة قاتمة افتح الموضوع اعوذ بالله. المهم يا اخواني قلت الخوين قلت اركب اركب يبغى له هذا نعيه نعيه. ركب يا اخوان قسم بجلال الله اول جلسة الشباب بالعاد يضحكون اخذين علينا
أول جلسة يا إخوان أجلس مع نكت مع الشباب أضحك مع الشباب كلهم يطالعون فيه من الخريج. وش دار شاب دام على المطاعم شوفها مرة سبحان الله يا إخوان ثاني جلسة مكتب طالع فيني أضحك طالع نص عين يا مطول. سبحان الله يا إخوان اليوم الثاني يتصل علي مين؟ عبد الله. وين الكبودة؟ كنت موجود لكم صيدة ثانية جيب لي صيدة أليفة لا تجيب لي متوحشين. قال نفس خوينا بينزل معك دعوة الليلة صار داعي الله يجزاه خير. قلت سلامات بينزل معي تبي تنفر الناس مني ممكن خدم وشام جاكم يقول بس الوحش معاه. سبحان الله قلت والله ما رده ابو حنان يجيك واحد ترده ما يرده يا شيخ الله يخبره كيف الانسان جاء قال جيب والله ما رده يا شيخ لو ادخل على حق شكشكه بس تعال. سبحان الله يا اخوان جان وجلسات وعزب انبسط اليوم الثالث ما شاء الله فكت من ناصر قام يضحك يقول يا اخي جلساتك المطاعم فله والله طيب من الذين لي ثلاث ايام وزن على راسك انا قسم بالله يا اخواني جاني اليوم الرابع اليوم الخامس شنب كلاسيكي حركات المنزاب كيلو قدام ثوب قصير مبتسم السلام عليكم طور جديد يا الله فتح الله على قلبي يا اخوان يوم اليوم بعد اسبوع اسبوعين من توبته والله العظيم يا اخوان بس مبتسم وش ساعه بس اجسام قلت ارحم امك يا محسن لا تضحك قل ليش قلت تروع الناس يا اخي والله ما ينامون الليل قال لا ابتسام وجه اخيك صدقه قلت الله ارحم امك اي صدقه. بعد اسبوع اسبوعين جلسنا جلسه عرابته شباب بعزبه جلسنا قال ابوي خليهم علي قلت اخس على طول مكينه الداعيه ما شاء الله قال خليهم علي ابوي تفضل يا شيخ قال قال الله وجيب عليك بلايات ويجيب وتكلم وزحمه قسم بالله العظيم اني طالع واضحك سبحان فتح الله على قلبي يا شيخ تكلم كلام عامي لكن من قلب الكلام اللي طلع من قلبي يصل لوين؟ للقلب يا اخواني. ايضا يا اخوان يوم من الايام من المواقف الدعويه وشبابنا وفيهم خير شفت جلسه شباب يرقصون فقلت اني اخش عليهم بلفيتي وثوب القصير بيشردون لان بعض الناس مثل ما قلنا يا اخوان اول مشوار مطوع يسبب ماكس كان في جنة طوف قاع يشرد ليش يا حبيبي طول العود والله ما في زي حنان المطاوع يا شيخ والله احلى حنان زي ابو حنان يا شيخ قسم بالله يضمك نسيك حلي بامك يا شيخ الله المستعان قربتك حريه ابو حنان يا حبيبي ابو حنان يا اخوان المفروض انه ما يجي يقتل الشباب صراحه هاي اخواني الشباب قلت صعب اني اخش بلحيتي وكذا قلت بسوي حركه سريعه حتى ايش؟ اجذب الشباب بسرعه فتلثمت طلعت العيون يقول لك العيون السود شلون املها المهم اول ما جيت قلت هوا يا شباب هوا ساره هوا ساره قلت نطول 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 قلت ابن الذين انت وياه كيف عرفت؟ واحد قال نطول الدقن مهضربه يا الله سبحان الله يا اخوان قال تعال انت وياي يا الله انك قريب طفطه من مسجل تعالوا تعالوا ويجتمعون الشباب قسم بالله لا مايكات ولا شيء لكن الله اراد شيء الشارع فول شباب وجنس طيحني جاي ها وردي وحركات سبحان الله يا اخواني اول ما وقفت قمت اتكلم جو الشباب يجتمعون مش المخلوق العجيب اللي قصير ذا يتكلم اول ما جيت اخوان تكلمت ونكت مع المضحك معه سبحان الله جاني واحد من اجلج مرتفع يمين يسار جاني قال طوع عندي سؤال خاش عرض وطول ما ادري ايش يبغى يا شيخ قال تفضل قال كيف انصر رسول؟ ونصيص معاه كيف انصر رسول؟ قلت اتبع السنه يا الغالي ابد انت انصر رسول واكمل القصه واتكلم اتكلم قال طوع عندي سؤال قلت تفضل قال كيف انصر رسول؟ بتتبع السنة ورحم أمك يا شيخ وابشر بالخير صلي أنا عطيت وجهي شوي كملت القصة وأنا تأثر القصة قلت طوي سؤال سؤال قلت سام قال كيف أنصر رسول يا الله قسم بالله مسكت كيف أنصر رسول قلت أنت وجهك تعال براسك حبتين بتنصر رسول شكشك لي هنا طيب كأن حزت القلب كذا أخي مطايخ شوي رحت السيارة ركبت يا إخوان خش والله علي
ما ادري ايش كيف انصر اسوي؟ طلعت فيه قلت يا اخي انت والله ما تطنز عليك والله ما تريق عليك الطوة كيف انصر رسول؟ قلت انت كم تتكلم معك؟ قال انت ما ينفع معك جالس انت الله يجزاك خير جيب رقمك جيب رقمك رقم لي شو قلت جيب رقمك انت يبغى لك جلسه يقول لي قلت يبغى لك جلسه قلت انت ما يبغى لك جلسه يبغى لك حفله يا شيخ ومراكز هيئه وكل شيء هيئه كبار العلماء المهم اخذ الرقم يا اخوان والله العظيم بعد 3 ايام ما انسى يتصل علي رقم ثابت تلفون السلام عليكم السلام كيف حالكم هدى طيب وشلونك حياك الله يا شيخ قال معاك عبد العزيز العنزي قلت والله ونعم حياك الله قال قبلت من علي قلت والله كثير اللي اخذ رقمي سم امر قال كيف انصر رسول؟ يا والله والله ابغى تقفل الجوال قلت حياك الله يا مرحبا قال ابغى اقابلك ضروري 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 قلت خلاص بعد ساعه عطني رقمك واقابلك قبلت بعد ساعه وين بورشه ما هو مسجد ولا بالكعبة عند الكعبة ولا بالحرم لا بورشة قبلت قال يا مطوع أنا أبغى توب قلت توب يا حبيبي قال الله كيف أتوب قلت أبد قدم ملف علاقي 4 صور كشف الرأس وشهادة حسن سير السلوك وتوب من جدك أنت قدم على المدرسة أنا ما أدري عنك كيف التوب شك من يعني شك همومك وغمومك لله التوبة مو لازم تصديق أقوال يا شباب وزحمة لا توبة بينك وبين الله سبحان الله يا إخوان والله العظيم دقائق قال أبو هدى عندي هيك وهيك 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 بتوب قلت هيك وهيك وهيك قليل قلت طيب خذ هيك وهيك 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 بسيطة قال بالله خلك معه قلت خلك مع الله وابشر بالخير والله يوميا يجي عندي من العصر كان عندي جلسة من العصر إلى العشاء للتائبين والشباب من العصر يا إخوان إلى العشاء جالس معانا قسم بالله العظيم يا إخوان فتح الله على قلبي ذيك الليلة تكلم يقولون تزوجت أبشرك وسمنت أموره بيت سيارة مستقيم ذيك الليلة ما شاء الله قال أبو الحين بحلقة واحفظ القرآن الحمد لله فتح الله على قلبه ليش يا إخوان فقلبه للهداية دينا في سعادة ولا لا يا إخوان قسم بالله تجينا اتصالات من شباب تبكي العين واحد الشباب يقول انا احس اني بدون فلان شيك بدون رصيد انا احس بدون فلان سياره بدون كفرات انا احس بدون فلان طفل بدون حفاظه مسكين يا شيخ والله واحد اتصل علي الحبيب يا اخوان الحب عذاب ولا لا عمركم شفتوا واحد كاتب الحب فله وناسه الحب راحه نفسيه عمركم يا اخوان ولا حبني وحبك وعضني وتعضك ها يا اخواني يقول لك الحب قطع قلوب البعيرين حتى الحمير السود يلعن جدفها والله واحد يتصل علي يقول يا ابوي قسم بالله العظيم اني اشوف صوره حبيب على الدجاجه قلت شكلك دب وجيعان يا الله مشكله يا اخوان اتصل علي شاب يا اخوان يبعد عن مكه 1000 كيلو قال يا ابوي انا حبيت واحد مثل ما قال الشاعر يا ناس انا حبيت واحد مثل المحبة صعيبة مثل المحبة تبكي تبكي من قلبي مشكلة يلا القلب يتقطع يتشقق ها والله مساكين الحبيبة رسالة لكل الحب الحب حلال ولا حرام؟ قبل أن قصة الشاب ها؟ الحب حلال ولا حرام؟ ها؟ اختلف العلماء ما شاء الله جزاكم الله خير المسألة فيها تفصيل ولا في فرق يا اخوان بين الحب والعشق الصحابة ما كانوا يحبوا يبان كانوا يحبون الصحابة حنان كيف؟ ما ابغى انجز من امام النبي صلى الله عليه وسلم وواقف امام النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قال يا رسول الله والله اني احب فلان قال اخبرته؟ قال لا يا رسول قال روح اخبره اذهب فاخبر اذا احب الرجل اخاه ايش؟ فليخبره مرة واحد الشباب سمع مني هالحديث استانس قال ولا حديث صحيح قلت ايه قال ايه زين زين قلت تعال ابن الذين تعال تعال وش عندك؟ قال والله ابد ما في شيء لكن جزاك الله خير نصحتنا وذكرتنا جزاك الله خير قلت يعني كلمة ساعة كاملة اخذت هالحديث ها؟ قال عاد انا مون عليه قلت اسالك بالله يا فلان وش قصدك؟ قال والله الصراحة يا بودي قلت سم قال والله اني احب لي واحد في الله في الله يا مطوع صفني انت من
الدار وتخرب فيلا. قلت زين الله خير، من هو الصالح اللي تحبه فيلا؟ قال ما هو شغلك. ما شاء الله عنده خلاص هو. عنده خلاص الله يجزاه خير. قال ما هو شغلك، ما عندي شغل. قلت يا اخي حتى احنا بنحبه فيلا. قال طول. قلت يا يلي ما انت مطوع، ايش عندك؟ قلت اسالك بالله من هو؟ قال والله تبي الصراحه هودا. قلت اي. والله اني حبيت فلان فيلا، فلان نص الحاره طايحين عنده. يا عبد الله ابن الذين بياخذ الحديث ويروح له ويصارحيني معي ولا انا احبك، واذا زحف علي الولد ايش يقول لك؟ والله سمعت خالد قال حديث حبيت فلان. النبي قال الله. شوف كيف؟ فهم النصوص على غير. ايه مساكين الحبيب يا اخوان. هذا الشاب يا اخوان حب وغرام وتعلقات وحنان وضمضمه وزحمه بعيد عنكم المرضي. ويروح يا اخوان قسم بالله يوم سحب عليه حبيبه يسحب عليه سيفون. خلاص من حبكم يا زين عزلنا تقطع قلبه وانتهت اماله. راح يا اخوان ما شاء الله عليه استاجر السياره وتوجه لوين؟ إلى مكة. ويعبي بنزين ويشتري وياخذ ويصل الميقات ويحلم ولبيك اللهم لبيك. وروح مكة وزحام وزحمة ويطوف بالحرم يقول قسم بالله يا بودة إني أطوف بالحرم إني أدعي. وش يقول؟ توقع وش يقول؟ قال يا رب شبكني مع فلان. قسم بالله العظيم يا رب يزبط وضعي من فلان يا رب يسحب علي يا رب يا رب يردني يا رب يا الله. شوف ابن الذين يعني 1000 كيلو يا شباب 1000 كيلو واخر شيء جنبتك من فلان. يا ابن الذين طيب اللي قلبك يدعي بالمغفره واليسار يدعي انه يصفي قلبه. قال جنبتك من فلان حب مذله يا اخوان. شو يقول اخواننا اللبنانيين؟ شو هالحب؟ بيزل ولا بيذل؟ روايتين في اللبناني بيذل، بالسعودي بيذل، يذلك على الحق ويذلك. واعرف ناس قسم بالله العظيم يا شباب وصلوا للشرك. اشرك بالله بسبة حبيبي فلان، لعيوني فحط، لعيوني هجول، والعيون ها نن 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 ها العيون يفر على بيتي يقول المر على شارعي مسلم على البيت. بعض الشباب قلب بيت فلان الكعبة يطوف 70 مرة. طواف لازم والصبر المروه رايح جاي رايح جاي ومو مدي وجه. وبعض الشباب الله يهديهم يا اخوان مخسر وحركات. جاني واحد مره عارض بجيب اكس لارج. قال يا ابو هدى يا اخي انت انصحنا الله يجزاك خير. انصح الشباب ذول المايعين ذول والله قسم بالله سعبين تطيح لما اشوفهم. يلبس الجنس يحط فازلين حتى يدخل الجنس. قسم بالله يا اخواني بعض الشباب لو الجنس يتكلم يقول ارحم امك فكني ارحم امك اعتقني لوجه الله. ضيق مره. جاني مره الشاب يا اخوان لبس يا اخوان جيت سنه لا والله اني غض البصر عنه لبس فاتح صدر وحركات وياي يا شيخ. انا لو البس اللبس صرت حلو. لا ياي مره قال ابو هدى تعال بيك. قلت الله يستر الله يستر والله. قلت سام قال ابيك. قلت ابشر انا ذبت يا شيخ. رحت قلت ابشر وجيت قال ابو هدى انا بقول لك حاجه. قلت سام قال انا انخطفت. الله يقول انخطفت ياي قديش؟ قال انا انخطفت والله. قلت طيب من خطفك العربي جدار؟ قال والله العظيم يا ابو هدى اللي خطفني كنت اثق فيه. يا شيخ خطفت من الخطف قبل خطبه ولا الاخير الطب. حرام ودار وحنان. في فرق بين الفاء والباء ولا انت معاذب شكلك؟ والله في خطبه وذكروني فيها يا شباب. بعض المناطق زرناها فيها المرضي. فيقول خطفت يا اخوان كيف الخطف؟ قالوا ثقت بفلان، فلان عارف بجي قسم بالله يا اخوان انا اخاف امشي معه. يا شيخ عم بجي رايحين فيها يا شيخ. طلع مسدس طلع الولد ذا حط براسه. يا تموت ما عنده انا علي قضايا. شوف كيف؟ وراح عرضه وشرفه سبت ايش؟ سبت هذا الامر. قلت معليش اول لوم عليك انت. والله لو انك زي الرجال ما حد يجيك. لو لبسك لبس رجال والله ما حد يجيك.
ولا حد يفض عليك ولا حد. بالعكس اخوان ارجع حد يجي اخواني. لكن بعد شوي اخذها موضة الان اللي قلدون الان. الو اسمه ايش؟ اسمه امسي نانسي. هو اسمه مرداس. ها؟ اسمه تميع حركات وشنب ذات القال عرب اليهب يا حبي لكي. ما قلت والله لاش حل لك يسوى نطلع سوا. وش حلي لنا يا حبيبي انا؟ وابد وخرفنا وشغل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز يا اخوان. فاخوان الواحد يرجع الى الله عز وجل وزين اموره مع الله عز وجل. يا قسم بالله يا اخوان واللي يعلم الله اتكلم عن نفسي والله العظيم كنا بحفر يا شباب. حفر تبي تطلع يمين يسار يمين يسار ما تطلع. طالع يا ولد مفروض ايش كيف اطلع؟ المفترض اني ارفع راسي نسمه بس السمه مفتوحه ولا شباب اطلع. لكن امشي يمين قدام يسار ورا خلف قسم بالله يا اخوان ظلام والله ظلام. حب تعلقات امك بالبيت تبكي ابوك بالبيت يبكي كل الناس يا اخوان كل الشباب اللي يعرض عن ذكر الله والله ان حياته طنك. انا بختصر يا اخوان وامشي بقول لك كلمتين وامشي. انا جابنا الله عز وجل الى تبوك يا اخوان لا حجه لك يا علي. كلنا يا اخوان ما ميز فلان عن فلان كلنا يا شباب. خليك معي الغالي سلمني قلبك لان والله والله ان القلب ذا يا اخوان اذا تعبد لله سالت اموره. واحد من اخوياي والله ما اقول لفلان ولا علان من اخوياي زمان اول معاي روحات وهجه في فلوس والله مو ناقصا شيء يا شباب في سياره احلى صحبه اخذين مقلب فيهم فزعات وروحات وجيات. هذا الشاب يا اخواني معاي دائما. يوم من الايام من الله عز وجل علينا بالهدايه واستقمنا وسلكنا طريق الهدايه يا اخوان ومشينا هو باقي على محله يا اخوان لان هذا اصطفى من الله عز وجل. يصطف الله عز وجل الناس للهداية. ترى ما يوحد يهتدي ما يوحد يلتزم. والله يا اخوان اصطفاء واختيار من الله عز وجل. هذا الشاب سلك طريق وتفحيط وبزرين وبنات وخراب وحشيش كل شيء ولا صلاة ولا عبادة خاطع الصلة بالله عز وجل يا سعاد بدري عليه. هذا الشاب يا اخوان جاني خوي منه اذكره وش فيه سلامات قال تراه مات محمد مات. والله العظيم يا اخوان صاعق على قلبي محمد اللي دائما يسمع جنبي محمد اللي يضحك 24 ساعة محمد اللي دائما اقطم قطمي محمد مات كذا. انا حزن صح يا شباب انه مات لكن وش اللي يبكان يا شباب بالصراحة يا ابو هدى قتيل. قال والله فحط عشان فلان ينظر يمين وينظر يسار لعيونه ومعمن قبل لا ينزل. والله يا اخواني لحظة خش المصورة قسم بجلال الله طلعوه لحم. والله ان الحديد فوق فوق وننهج من الله. انا ولد حبيب ذا طالع قال اعوذ بالله تجمع الحادث تاثر ثم دخل البيت ورقد ونام عادي. قلت محمد مات كذا قال لي محمد لا تحت التراب والله طالع بقبره لحظه فجاه مات
الشاب يا اخوان وسيم وزين واكبر اخوانه وطبوا فيه حقين مخدرات شاف الولد زين وسيم وخفيف وزاحف يبي يصير رجال باقرب الطرق اي رجوله تدلك اي رجوله هذا الشاب يا اخوان سنفس رجال مزحمه طب الخراب حشيش وحطوه على جوه طب امس امس انت والله شارب انت رجل والله يا اخوان ترى مو كذا بدام ولا هم قم ضخم الامور والله هذا الحاصل شيء سلكناه وعرفناه شيء جبناه بعيوننا والله قدامنا يا شباب يحشش ويهجمل وزحب زحب قسم بالله اخر شيء خلوه يتاجرون فيه من عزب العزب والله والله بلوه واهانوا كرامته تبي الرجوله الحين يلا فك نفسك الحين المشكله ما يكذب يمديه يتوب يمديه يرجع استمر يدق علي اخوه والله زرناه يا اخوان قبل زرناه دق علي اخوه اخر الليل الحقنا ابو هدى الحقنا وش فيه قال اخوي الظاهر دخل جني ما ادري ايش فيه تعال اقرا عليه ما يدري احنا مين مجنون اخوي يبكي يا اخوي شو مخدرات يا اخوان الله تقضي على البيوت رحت يا اخوان ودخلت البيت سلمت على اخوانه برا وحالته وحاله يا الله قال ادخل ادخل ابوي ترى بالمجلس وجالس وخايفين اخوانه صاروا يطلعون من ورا الباب دخلت قسم بالله يا اخواني موقف ما انسى الله ما انسى يا اخوان والله حرام شباب صغار والله كان ورده يا شيخ والله كان رجل والله كان فيه ايمان حرام شباب الامه يكسب يوم كذا يا شباب والله حرام يبغوها اداء الدين يا اخوان دخلت الولد يا اخوان جالس بالزاويه كذا جالس اقرب منه كانه طفل صغير معقول هذا فلان يا حبيبي رجع عندي يا حبيبي كيف حالك عرفتني اتكلم معاه والله وجهه كان ابيض قسم بالله تقول الكفر اصفر اقرا عليه ولا ما في امل طلعت يا اخوان ومشيت اشتغلنا ورحنا ودق كيف اخوك قال ابو هدى اخوي طلع من برا البيت قسم بالله اول ما طلع البيت وين راح راح للضحيه الكبرى راح لامه يقول والله يا ابو هدى قد فكينا امي عنه يبي يضرب امه انت سحرتيني انت اللي سحرتيني وسوسه امي تبكي ثديها كان له سقاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وين وصية الله وين وصية الله وصينا الإنسان بوالديه هذه تفلت عنهم ما أنت سحرتين مو بعقله ست شهور برا البيت لقوه أبوه تاجر لقوه يشهد عند البنقالية يا إخوان هنود عطوني 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 عشان دخان ذله الله كلها تهون كلها تهون يوم من الايام يجيني اتصال من اخوه ها كيف فلان عسى طيب اخي قلت له العبره قال يا ابو ذا بكره الصاعه عندنا قلت كيف الله يا اخواني عمره 20 سنه قسم بالله العظيم عمره 20 سنه كيف مات قال ماشي بالشارع مو بصاحي مجنون قطع الشارع جت سياره وسته فراغ قلت طيب قمت يا اخوان بعد ما غسلناه شلناه على الاكتاف ورحنا يا اخوان الله بنفسي يا اخوان اقول هذا فلان هذا الولد الوسيم هذا الولد اللي كان
ابوه متامل بو خير وامه متامله فيه خير والله افكر فيه وعلى يقين ان امه وابوه تادي على من خربه دفناه حطيناه تحت التراب ومشينا اول ليله في القبر يرجع عقلها الحين يحاسب الان الله اعلم ليت والله العظيم شباب بعض الناس يقول يوم طوع حنا شباب تونا يوم من الايام جالس مع شباب قسم بجلال الله سبع والله العظيم سبع ما اقول لك واحد ولا اثنين سبع جالس معاهم ارقين ودخان وزحمه كيف حال الشباب طيبين ضحكنا ونسنا شوي قلت شباب لو جاكم الموت الان احد مستعد قال لا والله طوع ما نصلي حنا ذكرتهم بالله ومشيت قسم بالله العظيم يا اخواني اسابيع بس اسابيع يصير عليهم حاله السبع وتوفون كلهم قسم بجلال الله ماتوا تايبين ماتوا راجعين سبحان اللي ارسل لي لهم حجه قسم بالله يقولون علب الشراب في السياره والله يعلب الشراب بالسيام كيف يلقى الله بكرة بيلقى الله شربان بيلقى الله ما يصلي يلقى الله كافر يلقى الله يوم الأرض على الله يوم يقف العاصي أمام الله يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم والله حديث كان وينظر أشنم من فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقى وجه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار عباد الله ولو بشقت أمره إذا وقف العاصي أمام الله يشهد الله عليه 10 شهود إذا عرف إن سائل للنار خجل من الله تسقط فروة وجه جلد وجهه إذا سقط فروة وجه خجل من الله هل الله يقول أيوه الحين أنت استحيت منك يلا للجنة لا ينادي الله ثم يقول يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه إنه اشتد غضبي على من قل حياته مني كم مرة قل حياؤنا من الله لا تحسب يا إخواني من خواتيم الشباب كلها كذا لا حين نذكر الوقاية خير من العلاج الله يوم ذكر قصة فرعون بالقرآن من اللي قرأ القرآن مو المؤمنين حتى ما تجي زيي عبرة وعظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشقي من التعظ فيه الله لا يجعلنا منهم يا رب والسعيد من التعظ بغيره هذه فرصة لك الجلسة شاب يا اخوان وهذا من المبشرات والله ان الواحد اذا اقبل الى الله الله يرده والله ما يرده قسم بالله معاي واحد من الشباب جاء معي من تبوك موجود عندنا هنا والله العظيم كل ما مر من عند بيته ازوره في الله يمسكني يقول يا بود ادعي لي هو شربان يا بود ادعي لي قرفان يا شيخ من جنف التحديره تعبان خلاص زهق 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 ليش انتحارات كثرت الان والله يا اخوان قسم بالله العظيم الان في جوالي كم رسالة؟ 506 قسم بالله العظيم أكثرها مشاكل الشباب أكثرها يا مطوع أنا قربت من الحياة أبي أنتحر والله هذيك الليلة جوني 6 من الشباب لي جلسة أنا في تبوك وينك أبو وينك؟ كنت موجود بالجلسة قالها جايينك الحين جو 6 فلوس وحركات فيهم خير قال ابو ده قسم بالله منزلين اخو لنا من حبل المشرق يا بنت تكفى ابو ده كلنا امس قلت وينه؟ قالوا بالسياره قلت نزلوه اول ما نزل طلعت حفيان انت بكرامه يا اخوان والله العظيم تقطع قلبي عليه والله ما انتظر قلبي سمعوا المطلع كيف؟
شبابنا شيخ تقطعون واجلس اروح وانام واركض معصي. لا والله ما نركض والله ما نركض والله ما نترك الشباب والله ندعوهم من الله يسهل الحج علينا واجب ما تفضل على الله هذا واجب. طلعت لأول ما جاء الشوق يا أخ والله إنك تبكي تشوفه تقاطع ملامس ونعول من فحرات حالة حال وجه اكتئاب معفس. أول ما جيت ابتسمت الوجه وضميته وحب على راسه استغرب بعض الناس يا أخوان يحسب المطاوع يا أخوان ضب ما يضحك لا والله يا شيخ أحلى حب عند المطاوع حب في الله يجيك مو المصلحة يجيك لله. قمت يا أخوان أضم وحب راسه كيف حالك الغالي شلونك طيب تفضل معانا. قال يا ابوي ماني بتفضل معانا يا ابن الحلال تفضل خمس دقائق عشر دقائق نذكر الله عز وجل. ايش قال يا اخواني؟ قال يا ابوي بالله فك مجلس المطاعم. قلت ليش تبي تنتحر؟ قال قسم بالله يا ابوي ان قفرت الدنيا بوجهي بالبيت مشاكل بالمدرسه مشاكل بالشارع مشاكل. قلت بسالك سؤال تصلي؟ قال والله لي ست سنوات ما ركعت لله ركعت ست سنوات ما صلي. قلت لو سبعين سنة ما تصلي ما دام انك فوق الارض الباب مفتوح ابشر بالخير. تعال يا قلبي تعال يا ابو ذا المطاوع يا اخي تعال تعال الشيطان يثقل الان علينا المجالس. والله العظيم يا اخواني جلس معانا ربع ساعة تذكير مريات الله عز وجل الا بذكر الله ايش تطفش القلوب طفشان يا شيخ زهدان يا اخي الدنيا دي الله يلعن شيطان الدنيا. لا انا بذكر الله تطمئن القلوب فل وناس تنام مرتاح تكون مرتاح تبكي يا شيخ لبنان نصاري جو مسلم يبي ياخذونك دين عجيب. قالوا كيف؟ قال يا اخي الواحد يبتسم الواحد يبكي يبكي قران دعاء يبكي يحس بلذه وسعاده. يا اخي بالعاده اللي يبكي يحس بفنك من حزن الواحد يبكي يحس بسعاده لان الدين يا اخوان تبكي من اجل الله مو من اجل حب وغرام. اسمع لي بعض اغنيه وتلومني فيك يا ابو غريب يقول الله فهمنا الفنان ذا يبكي وتقطع وتقلب 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 على جمر الغضب اخر الليل خمس ساعات اربع ساعات ما ينام. هذا الشاب جالس عندنا يا اخواني يوم قام قسم بالله العظيم مبتسم مسك الخويه قال يا ابوي ايش سويت بخويي؟ قلت ليش؟ قال والله والله يا شيخ حتى وجهه تغير ارتاحت نفسيته. قلت له نزلت الملائكه ارتاحت نفسيته. بعض الناس يجي مره كل ذروه يجي هنا انا اقول احمد ربك احمد ربك ترى غيرك متعطش غيرك والله متعطش يا شيخ قلبه جوعان يبغى ذكر لله عز وجل ميا القلب. انت تحمد ربك كل ثلاثة تجي تذكر الله وتشبع قلبك غيرك قسم بالله العظيم ما يقدر يجلس. شاب يا اخواني عند احد المناطق اللي فيها البحر عند كورنيش جاء الشاب يا اخوان شربان شربان وانا اقول للشباب تعال على اي حال يا شيخ لو معاك شد كامل اجلس عرض نفسك للهداية. شاف المطاعم شاف الكلمة ومحاضرة والشباب والآهات والآيات والأحاديث والشباب يبكون الشاب تأثر يا إخوان وجاء وجلس علمي خويه يقول جلس يقول الشيخ يتكلم 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 خويه يقول استكنان مع الشيخ خاش جو تأثر جو اثنين من اخويا شربانين بعد فلان امش قم قم شابك هنا قم قال يا خلنا نسمع الشيخ بعدين نروح. قال قم يا فلان يا اخي فكك من المطاوع هذول والله اسمعهم. قال طيب شوي 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 خلي خلص الحين خلص شوي شوي قم قم بس قم والله يا اخوان ما زالوا فيه الا قوموا يوم قام عشانهم ما قال انا جالس لله استحي والله ما استحي قام يا شباب قسم بالله ما ركب السيارة يا اخوان خمس دقائق حادث ثلاثة يتوفون لأن ما عرض نفسه للهداية ما مسك نفسه. جبران الفيفي عندي في تبوك يحضر لي لقاء جبران الفيفي يا اخواني هذا حافظ القرآن كامل ثالث ثانوي جاء
جبران الفيفي يا اخوان اسابيع بعدها قبل لا يموت يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ويبتسم ويموت. انت كيف بتموت؟ عرض نفسه للهدايه. ذيك الليله ازور احد السجون والقى لي شاب 18 سنه يا زين هالشاب والله الطالع يدخل السيجاره ما طبت اثمه والله السيجاره يا شيخ ما يدخل تقول اول ما جيت اشوف الشاب يا اخوان داخل جوا السرير مقفل عن حاله. خلصت المحاضره طلعت يوم طلعت يا اخوان واسال مرشد الديني قلت هذا ايش عنده؟ ايش عنده قافله معاه؟ احس اني غير عن الشباب كلهم. قال يا ابو هدى هذا الشاب ما له بالحب ولا له بالغرام ولا له بالخراب ولا شيء من المسجد للبيت. جاء راس كبير. قال شوف انا بعطيك كميه وتوزعها لك 50,000. يقول الشاب لعب في عقل يمين يسار يا ولد اول تصريفه 50,000 طمع. راح هذا الشاب يا اخوان من اول تصريفه ويمسك الشيخ يمسكه مكافحه يروح المحكمه ويحكم الشيخ 10 سنوات. اول ما جاء الخبر للامه جلطه وماتت قسم بالله. يبكي الشاب يقول انا اللي قتلت امي انا اللي قتلت امي. شفت كيف الغالي اللي يبتعد عن الله عز وجل. انا اخوان بحول شوي واختم الشباب قالوا لي 3 دقائق. انا بتكلم عن موضوع خطير ومش علموا فيه. القلب يا اخوان يقول ابن القيم عنه ان بالقلب فراغ ما يملاه الا ذكر الله. واسعد القلوب خذها قاعده بعقل تطبق لا تسمع بس. اسعد قلب من بالقران واتعس قلب عاشق الحب وخاصه حب المردان والمرعان بالعربي الفصيح. اباك تسمع الكلام ترسله للشباب. يقول ابن القيم من تعلق بالمردان سقط من عين الله. قسم بجلال الله اعرف شاب في احد المناطق حبل شاب وبعض الشباب طابين فيها حبني واحبك حب ضمضمة. يا الله وين الرجولة يا أخي؟ إذا راح الدين وين الرجولة؟ كيف يسقط من عين الله؟ حب وزحمة مع بعض لبسنا سوا ونطلع سوا وضمضمة وشفشفة وخرابيط معاه 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 هالحب ذا يا إخوان والله لنا أكثر من 8 سنوات معالج القضايا. قسم بالله العظيم إن نهايته إذا متى؟ إن نهايته معروفة. قسم بالله نهاية تنزل الراس يا خطف يا قتل يا انتحار. الا نعم او سوء خاتم المصيبه. والله العظيم هذا الشاب مثل ما قال ابو حنان سوء الخاتم. شوف كيف حب الشوب تعلق يا غبي. طيب له نهايه ليش تتعلق بشيء خراب بيروح منك؟ ليش تعطي قلبك غيرك؟ ليش؟ ليش قلبي يصير اسير قلبك قد غيرك؟ معاه معاه اخر شيء يا اخوان سحب عليه سيفه من الورع ذا. قلب وجهك يا الله شو لك قلب وجهك وراح دور واحد ثاني يركب مع واحد مع ربع. انا الولد الحق سيارات رايح جاي الشو من سياره لسياره معاه وركب. جاء الخبر لخوينا العاشق والله يا اخواني ولد طيب لكن خطوات الشيطان تعلق ماما ناظره شيء لما تعلق منه والحب يا اخوان قد يقتل. والله يا اخواني قام يعبي يقول قدام اخويا عبد المسدس يقول اخويا ما احنا متوقعين حط المسدس بجيبه ويمشي دوله لقى ابو فيا وقدام الناس دخل قال انت تبيني ولا تبي فلان؟ شوف وين العقول والله تبيني ولا تبي فلان؟ شوف انت كاسة الفطرة وين عن حديث ابن عباس؟ يقول ابن عباس من مات ويفعل اللواط ولم يتب يمسك في قبر خنزير يتحول لقبر خنزير. جاء من حديث رواه الطبراني ورجال الصحيح والثقات من حديث ابو هريرة
لعن الله عز وجل سبعة من فوق سبع سموات. وردد على لوطي ثلاث مرات، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات. ثم يجي دارنا يقول تبيني ولا تبي فلان؟ شوف المدلة، شوف الذل كيف. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين من هذا المرض. والله إنه مرض، والله إنه مرض يا شيخ أعظم من مرض السرطان، إنه مرض القلب. ذكر الله بالقرآن يمرض قلبك، شو حالك؟ لو وجعك راسك في فدوس، لو وجع قلبك. فننزل ننزل من القرآن ما هو شفاء لما في الصدور. أبي فلان بكرة ما يكبر دانا ويجيه عيال، قسم بالله يقول أنا أخويا قدام الناس قال أقول لك تبيني ولا تبي فلان؟ الولد دانا قال لا أبي فلان، خلاص ما أبغاك يا أخي. قسم بجلال الله حط مسدس ورمى نفسه، قسم بالله قتل نفسه. كيف يلقى الله بكرة؟ اسمع الله عز وجل يقول، أسأل الله أن لا تطبق الآيات على شبابه. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم. اسمع يا الحبيب العاشق، يسمع اللي ما تبي تتوب عشان فلان والمعصية فلانية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اقتديت بالحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا، يصيح بأعلى الصوت، يا ويلتا اتخذ فلانا خليلا. ليش؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني، وكان الشيطان للإنسان الله. أرحم فيك من أمك. الله
ليش نسي الله؟ ليش ما مش قصر معنا الله؟ ليش ننكر وجود الله بعد شو بينكر؟ وجود الله يا إخوان من زود المعاصي والذنوب. قبل أمس راسنا شاب قل الله مو موجود. قسم بالله سعودي قال الله مو موجود. ضحكون علينا أنتم. كان دين دين إيش يا رجال؟ قام يتكلم. ما نفخت عليه. انقلع يلي فيك وقلب وجهك يا فاسق يا فلان مسكين ذا مريض. قل طيب أرسل اللي عندك. خلصت؟ قال لي خلصت. يا زين القرآن يا أخي. فطرة على الفطرة. كلمتين ثلاثة. رسالتين أربعة. تذكير شرحت له. مسكين طلع غافل. مرسل لي يا شيخ كيف أدخل بالإسلام؟ إي والله. يا شيخ كيف أدخل بالإسلام؟ قلت الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. خلك زي الشاب منير في المدينة المنورة. قسم بالله العظيم إخوان منير جالس عصرية طفشان مال. مر من عنده واحد من الشباب من أخوياه توه ملتزم. طالع سلام يا منير. قال والله طوع يعني بدينا نوسوس يعني مسكين مو فاهم الدين. قال يا منير كلمة بس غيرت منير. اسأل نفسك وانا اسأل نفسي. قال يا منير انت ما قنعت. متى انت يا منير ما قنعت؟ منير يا اخوان الكلمة غيرت مجرى حياته. والله العظيم يا اخوان تاب منير اسبوعين بس في المدينة في الحرم للسفرة بالحرم. قسم بالله اسبوعين يا اخوان منير عاش بلذة. امه ارتاحت اخواته ارتاحت هو حياته ارتاحت. يقول يا شيخ والله يجي رمضان بك اسبوعين رمضان والله يجي رمضان والله يا مطاوف تشوفون مني عجب العجاب والله لا اختم وافعل واعوض. والله اول يوم برمضان يا اخواني راح للمدرسة وقتها كان دوام ويعطي خويا الكتب. قال اخي باقي وقت بصلي تعلق قلبه بالاسلام. بصلي انا والدوام لاحقين على بيتي باقي وقت. قسم بالله ما قطع الشارع يا اخوان الا جت سياره وشلته. والله يقول اخويا قسم بالله ان متكسر والدموع عليه وزحمه يجون عنده. يا منير انت بخير؟ يقول والله متقطع يا شيخ لو ما يقدر ينطق كلمه. يقول قسم بالله مبتسم يقرا قول الله تعالى ان للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ضياقا. اسبوعين بس يا شباب. لو قال يا ولد خل نخربها بس بلا مطاوع بلا زفت. تو شباب تو صغير بحق نفسي. لا يضحك عليك الشيطان لا يضحك عليك الشيطان. ذيك الليلة يجيني فنان معروف له أشرطة بالسوق. سبحان اللي طبب عليه سبحانه. جلس إخبار أنا مار سلام أنا مشبوك أشخاص وحركات وأنت تضحك معاهم وانبسط وضحك شوي. قمت تتكلم يا إخوان أنا ما نعرف اللي قدامي فنان. فقمت تتكلم يا إخوان أتكلم ذكر طالع فين كذا. قال أبو هدى أبيك على جنب. قلت لسه ما خلصت دقيقة خلصت. قلت تعال يا الغالي. المهم قال انا فلان فلان فلاني مدري كيف قلت حياك الله. قسم بالله العظيم يا اخواني اول ما وقف قدامي بعد عن اخوياه ماسك عبرته اول ما قام يصيح. والله قام يصيح ما ابالك. يقول يا ابو هدى بقول لك شيء. امس كنت في جده حفله ب 27,000 وموعود الاسبوع الجاي ولا الاسبوع الجاي بحفلة قيمتها 400,000 حفل غنائي. العجيب يا اخوان ايش يقول لي؟ يقول لو اشيل الفرينة والله غير تتعجب. قلت ليش؟ قال قسم بالله يا ابو هدى كله طعنان بالسكين.
من ايش؟ قال والله يا ابوي كل محاولات امتحان بنت. يقول مليت يا شيخ مليت خلاص قرفت ابغى نص ساعه ارتاح. تذكرت الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فنفهم القران كم مره تسمعها فان له معيشه ضنكا. يقول اهل العلم هذا اللي يعرض عن ذكر الله كيف اللي يعرض عن الله؟ هذا اللي يعرض عن مجالس الذكر كيف اللي ما يصلي ويعرض عن الله؟ كل ما جيت يا رجال توكل. واحد الشيخ ابراهيم الزيات ذيك الليله كلمنا يقول في شاب يقول كم يمر عليه الصلاه يا حبيبي الصلاه يا اخوي. قال يا رجال الصلاه بطلوها الحين طبين في بلاك اللي يصلي يمسحني ويحذفني طبين في البزنين دول غافلين زحفة زحفة الدين. قال يا مطوع الصلاة بطلوها استهزي. والله العظيم يا اخوان يقول الشيخ ابراهيم يوم عرفة اللي يدعي اللي يصوم اللي يذكر الله عز وجل قرآن ناس عبادة جو مليان بالعبادة بالقسم بالله العظيم يبسطوه ميت خشوا عليه المتوفي مفتعل بواحد والله العظيم قبض الله ارواحهم اثنين ما فصل بينهم الا بالشفره قسم بالله فضحهم الله عز وجل في الدنيا قبل الاخره. فالناس ما يصدق ما يصدق لكن قسم بالله العظيم يا اخواني ان هذه القصص ما رويناها يا اخوان بروسنا الا تثبتنا منها. بعض القصص انا استحي اقولها والله إلا بالجلسات الخاصة. بذكر منك واحدة بس واحدة بس والله العظيم من اللي أذكره لك الآن والله أنا أنزل واحدة شيء وقفنا عليه. أدخل جامع البازلي في تبوك جامع يصلي فيه على الأموات. أول ما دخلت واحد متين ورا شخالد شخالد تعال 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 وقفت طناتي سم تقلة وطانة جسم بين تو ملتزم مستقيم سلم علي قال يا اخي انت وينك عني انت؟ والله كذا يا اخوان انت وينك عني؟ هذه رساله للمطاوعه للدعاء انت وينك عني يا اخي؟ قلت والله ليش سلامات وش فيك؟ قال يا شيخ انا ضعت يا دوب الله انقذني يا شيخ انا غيري الاف الناس الاف الناس ضايع غرقان وينكم عنهم انتم؟ جد من جرأته صراحه قام مسكني يا ابو هدى قسم بالله العظيم اني اصبح امي بعلقه ومسيها بعلقه يعني اضرب امي بالصباح والمساء. يقول يوم من الايام دخلت البيت والقى خيتي جالسه وانا شربان يقول قسم بالله يا ابو هدى اني ابغى اغتصب اختي. حاولت حاولت يمين يسار حاولت 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 اخر شيء مع الشراب ثقلت خي سوى قسم بالله يقول مسكت شعرها فكيت باب الشارع قلت لها قال لها كلمة ما تقال فك الباب قال يا تبغى تدورين الشرف دوريه بالشارع يلا قلع يلا طرده بالشارع. قل اطرد اختي بالشارع لا عباية ولا شيء يسوون عيال الجيران وسكر الباب قام يبكي يبكي يبكي. يقول يا اخي كنا والله العظيم ان البهايم افضل منا والله البهيم عند رحمه ذكرها الله انهم كالانعام بل اضل اولئك هم الغافلون. شبابنا فيهم خير رساله للدعاء اخيره رساله يا اخوان كلنا اخوان كلنا كلنا شباب لا بد نكون دعوه لله عز وجل. قال لي يا اخواني يبغى يعرف من جد خطر ولي 8 سنوات تكلمت عن هذا بح صوتي وعندك تبوك ومعروف الشيء ذا ذو قريبه بح صوتي يا شباب الخراب يجينا من برا يا شباب والله نهجم علينا. قال يا مطاوع انتم متشددين حتى لا جو يا اخي ترى يبيعونا بالنفسيه ترى لا تدققون يا مطاوع. اخر شيء ينطق الله مروج راس كبير ينطق الله عز وجل هذا الشخص يتوب الى الله ثم يفضح المصانع اللي تجينا من حمص
وتصنع من إسرائيل وصنع من إسرائيل والمواد من الصين والحشيش يجينا من إيران. ها حرب ولا لا؟ يقول إذا كانت هذه البضاعة تورد بالسعودية يقول نص القيمة. يقول هذا الرجل يقول هدفنا الرئيسي بلاد الحرمين، خلي يفسد الشباب، خلي عق أمه، خلي ما يصلي، خلي نضعف، خليه مجنون يموت بسرعة. ما نبي الشباب، يدمرون الشباب. اللي يبغى المقطع أنا بعطيكم الرقم وأرسل لك على الواتساب، اللي عنده واتساب واللي عنده يوتيوب يدخل على المقطع ده. أنا بعطيك الآن الرقم، اللي يبي يا إخوان برسل له الرابط، يقول لي أبغى المقطع بس وأبد برسل له على طول. فيا إخواني الواحد ينتبه، شباب شبابنا يا إخواني، رسالة أخيرة تكفون يا إخواني، نعظم الله عز وجل، صلاتك نجاتك، صلاتك حياتك، انبسط استانس، شوف ربحنا الله يجزاه خير، يضحك والشباب قايمين والله نعمة، قسم بالذي كل ليلة في الرياض أجلس. بعد اللقاء كان معي حبيبنا يوسف مطرود، مشاهد عسان في يوسف مطرود، يقول بعدها بعد اللقاء جانا لبناني قال بدي الميكروفون، تفضل اخذ الميكروفون يا اخوان. تخيل ايش قال؟ قال احمد الله يا الشباب السعودي، غيرنا عندنا بلادنا والله ما نسمع المحاضرة، والله بالمساجد ما نلقاها. شوف حنا وسط الشباب، قال الله قدر الرسول، احمد الله يا بلاد الحرمين. ترى الان الحرب علينا شرسة يا اخوان، فضائيات فضحيات كل شيء نت، يبغون يفسدون الشباب، يلعبون افكار الشباب، يدخلون الفلسفه ما ادري كيف، لما يشك بدينه من قله الايمان. بعد اخواني انت كن فطن، لا تكون كيس قطن، كن فطن، انتبه. ونفس المؤمن كيس فطن، ما في نجاه بعد الله الا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. واستانس بالدنيا، اضحك انبسط، الشباب شفتوا ضحكنا انبسطنا، قسم بالله العظيم يا بعض المرات نطلع شباب رحلات الحمد لله انا مطاوعه ترى تمسك الخطوط بدون لجلجة، مره بدون لجلجة ماسك الخطوط، نركب شباب قسم بالله بعضهم يا اخوان مو بصاحي نلجلج ولا محشش، يقول انا محشش ابى طقطق عليك يا مطول، ابى اتريق عليك، بقول يا اخي انتم تقلبون علي، وش النوعيه اللي بروسكم انتم؟ الحمد لله نوعيه ركعتين مو حبتين، جلسه ذكر والله ترتفع قسم بالله العظيم. اذكر احد الدعاء ينعس اذا قلت فلان في جلسه ينزل يرتفع، والله تقول اخذ رصيص، كله وهم يا اخوان. لكن الحمد لله يا اخوان مع الايمان يطمئن، ايش؟ يطمئن القلوب. اخيرا يا اخوان جزاه الله خير ابو حنان وابو خالد والشباب القائمين على الملتقى الطيب، انا يا اخوان والله ما استحق اني اجي، ابي مشايخ ودعاة ما احتاج، اهل البريد يا اخوان لهم الفضل علي بعد الله عز وجل يا اخوان، يعني في العلم وكذا، اسال الله ان يبارك فيكم يا اخوان، احمد الله يا اهل البريد، ترى عندكم علماء مشايخ، احمد الله لا تكون حجه عليكم. اخيرا الشباب ترقيم اسلامي يجي ولا ما يجي؟ يجي ولا ما يجي؟ ما اسمع شيء، ما تبون؟ اخوان لسان وسيم الله يعطيك وبركاته، يعني لسان ما شاء الله عليه، انبسطت يا ابو سمره ها؟ اسلم. 050 31 41 798 050 31 41 798 اخوكم خلودي، اسمع تكتب خلودي الله يسعدنا وياكم شباب يجمعنا في الجنه، قول امين يا اخوان وادعونا يا اخوان جزاكم الله خير، اخوكم خالد ابو شامه الله يوفقنا وياكم يجمعنا في الجنه، وهذا والله اعلم واحكم، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نشكر الله ثم نشكركم انتم على حضوركم، نشكر فضيله الشيخ ابو هدى على ما اتحفنا فيه. طبعا تنبيه يا اخوان، الخيمة المتنقلة يوم الجمعة